الشركة ديالنا احنا كتساهم في التعليم عن بعد. عندنا عدة تجارب الحمد لله اللي درناهم دابا خاصة في العالم القروي. كناخذوا المثال ديال بركان، كان السيد العامل ديال بركان اتصل بينا وكان عنده واحد التلاميذ في راس الجبل ديال بركان. البعد ديالهم كان واحد 15 كيلومتر، ولكن المسافه كانت طويله، كان حوالي واحد 4 سوايع باش توصل لهذيك. وكان الهم ديال هذاك السيد العامل هما دوك التلاميذ اللي كاينين في ذاك الجبل باش حتى هما كيكون الدراسه ديالهم. الحمد لله مشينا ودرنا واحد التجربه اترافير ان سيلول اللي كاينه في العماله، وكان تمينا باش هذيك المنطقه وهذيك التلامذه هما يكون عندهم واحد لا سوليسيون ديال التعليم عن بعد. ومن بعد هذوك المدارس هذوك التلاميذ حتى هما من بعد كان عندهم واحد من بعد سنوات حتى هما التحقوا بالمدرسه، وكان دخلوا في مسار ولاو حتى هما تلاميذ بحال التلاميذ كما التلاميذ ديال ولاد الشعب. احنا الحمد لله كنشتغلوا على التعليم عن بعد، وكنحاولوا نجيبوا لي سوليسيون لي سورتو كيكونوا في لو موند رورال. في لو موند رورال لي سوليسيون الحمد لله كاينين اجوردي بلا انترنت انترانيت، نقدروا نديروا دي سوليسيون دابا يسيفي جوج باش تكون الكتريسيتي. الحمد لله دابا البلاد ديالنا المغرب الكتريسيتي كاينه بارتو، ولي سوليسيون كاينين، وكاين شركات الحمد لله اللي كيديروا الديفلوبمون، كاين دي بلاتفورم، كاين دي زابليكاسيون ديال كاع لي ماتيير بالنسبه للكوليج ولو ليسي. خاص غير المغاربه والناس اللي يهتموا بالتعليم يعطيو بلوس دو مويان ان شاء الله، ونزيدوا القدام ان شاء الله. دابا اللي كنديروا باريزون كنقول لك هذا البروجي ديال البريسكولير ديال لا ريجيون ديال لوريونتا راه كندار في العالم القروي. دونك هذوك الشاشات التفاعليه كتفرقوا في كيقول لا في لي ريجيون ديال لو موند رورال، في كرسي، في الناظور، في كي كاع لي ريجيون اللي كانوا الواني. دونك حنا اوني كونفانكو بان العالم القروي هو اللي خاص الدوله تعطيه اكثر امكانيات اكثر ان شاء الله باش نزيدوا القدام بالتعليم.